أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فلا صدق ولا صلى.
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقدر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إنه يعلم الجهر وما يخفى لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم يراءون ويمنعون الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو. صدق الله العظيم.